فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أدرك المأموم الإمام، نعم، إذا أدرك المأموم الإمام وهو قائم قبل أن يركع، نعم، فقرأ المأموم بعض الفاتحة ثم ركع إمامه، وركع المأموم قبل أن يكملها، فهل تصح صلاته؟ يجب عليه أن يركع مع المأموم ولو لم يكمل الفاتحة، تسقط عنه إذا لم يتسع الوقت لقراءتها، فإنها تسقط عنه. وأيضا قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم، قراءة الإمام كافية عند كثير من العلماء، عند كثير من العلماء أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، وهذا من فوائد صلاة الجماعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.